السابقة اللي أخذناها الأسبوع الماضي على الرولينج بيرينج كونتاكت. أوكي، فرح نبدي المحاضرة مالنا، نشير المحاضرة مالتنا. خلي شوية نبدي نسوي فد يعني ريفرشمنت على المحاضرة مالتنا حتى ونكمل بيها شوي شوية. فتتذكرون احنا وجدنا هاي العلاقة، هاي الامبيريكال فورمولا اللي هي بين اللايف واللود، يعني علاقة ما بين اللايف واللود مرفوع علي اس كي اللي هو ينطيك نوع البيرينج اللي انت تستخدمه سواء كان بول بيرينج او رولر بيرينج. اوكي، هاي اخذناها في المحاضرة السابقة. وايضا من هذه المعادلة طورناها الى معادلة، اذا العلاقة الان اصبحت ما بين قلنا اللود وما بين اللايف، فدخلنا باراميترز اخر اللي هو الريتنج دايناميك ريتنج، الدايناميك ريتنج دخلنا الدايناميك ريتنج مرة ثانية. اوكي، الدايناميك ريتنج اللي هو يعني يعتبر الاساس في اختيار ال البيرينج، نوع البيرينج اللي هو الكوفيشنت هنا اللي او خلينا نقول السامبل اللي سميناه سي. فاذا السامبل سي اللي هو دايناميك لود ريتنج، واذا تشوفوا ايضا بالجداول اكو سي واكو سي سب نوت او سب زيرو. السي سب زيرو او سب نوت سب زيرو سوري يقصد به الستاتيك لود ريتنج. فاذا عندنا دايناميك لود ريتنج وستاتيك لود ريتنج، من خلال هذه القيمة نستطيع أن إذا نوجد كل الجيومتري مال البولبرينج أو أيضا رقم البيرينج اللي إحنا نريد ناخذه. فإذا وجدنا هنا علاقة ما بين اللايف، ما بين العمر البيرينج، وما بين اللود المسلط عليه، وكذلك استطعنا أن نستخرج قيمة سي اللي هي تعتبر الدايناميك ريتنج. أوكي، زين، هذا اخذناه بالمحاضرة السابقة. واستكملنا ايضا هنا على التيبل، اخذنا ايضا هاي العلاقة اللي هي احنا شلون نوجد اللايف اوف يعني ديزاين لايف للبيرينج. فمن خلال عندنا الار بي ام، عدد الدورات اللي راح يدورها الشافت اللي البيرينج مثبت عليه، وايضا عدد ديزاين لايف للموصى به لكل عملية، يعني لكل applications ايش قد الديزاين لايف الموصي به. من خلال هذا راح نقدر نعرف اللايف ديزاين لكل بيرينج. اوكي، من خلال هذا التيبل اللي امامنا اللي هو تيبل 14.4 ريكومندد ديزاين لايف فور بيرينج، اذا عمر البيرينج الموصى به. شوف هنا من خلال هاي التيبلز 4.3، شوف هنا ينطيك بيرينج نمبر، رقم البيرينج، هنا يعطيك الدايمتر الداخلي، دايمتر الخارجي، العرض مالته، الفلت مالته الار، هذا تشوفه كلها تعتمد على قيمه ايضا بالاخير اللي هي قيمه السي. اذا قيمه السي هي اللي راح تعطيني اللي هو الدايناميك ريتنج، هي اللي راح تعطيني ايش قد اني يعني شلون اقدر اوجد الجيومتري كلها مال. فاذا شوف بالاخير عندي سي سب نوت او سب زيرو، شو اسمه سميه بيسك ستاتيك لود ريتنج، وعندي بيسك دايناميك لود ريتنج اللي هو السي. فاذا هذا السي اللي موجوده بالمعادله اللي هي 14.3، معادله 14.3 راح نوجد السي، فراح نجي نقارنه مع هاي القيم الموجوده بالتيبل هذا. من خلال هذا راح نقدر نوجد كل الجيومتري وايضا رقم البيرينج اللي احنا المفروض نختاره. فشوف عندنا ذني تيبل 4.3، ثلاث تيبلات موجوده عندك بالكتاب. زين، ايضا في اخذنا هذا المثال اللي هو انطاني شنو، انطاني اللود الاول وانطاني اللود الثاني وانطاني اللايف في حاله اللود الاول وانطاني نوع البيرينج. فبالتالي ايش راد من عندي؟ راد من عندي اللايف في حاله اللود الثاني، واستطعت ان اوجده مباشره من علاقه اللي هو القانون المعادله رقم 14.1 مباشره. زين، فهسه عندنا قلنا هاي 14.2 هاي المعادله الثانيه، المعادله الثالثه
14-3 اللي اخذناها ايضا بالمحاضره السابقه، وهنا شرحنا شنو معنات يعني من يجي L10 ايش تعني، وكل وحده يعني شنو معناتها، شنو الريتد لاين وشنو الديزاين لاين. هاي شرحناها في المحاضره السابقه. ايضا اخذنا هذا بوقت الاكزامبل 14-2 وحسبنا قيمه سي من خلال اللايف ديزاين. اللايف ديزاين شلون وجدناه؟ قلنا من خلال عندي تيبل 14-4 هذا اختارينا الديزاين لايف وطلع 30,000 ساعة، وعندي عدد الدورات اللي هي 600، فإذا طلعت اللايف ديزاين، من طلعت اللايف ديزاين طبقته بالمعادلة اللي هي 14-3 هذا هو اللايف ديزاين وهذا هو اللود ديزاين. إذا عندي اللود ديزاين عندي اللايف ديزاين زين، والكي هنا 3 عندي بول بيرينج، فاستطعت أن أوجد قيمة السي. هذه السي شوف 6670 يا طلاب، لو اجي هسه ارجع اشيكها بالتيبلات عندي، شوف وين عندي 6670، شوف هنا أنا. لو تلاحظ هنا أنا يا طلاب، شوف لو تلاحظ هنا أنا بالجداول وين عندي 6670، عندي القريب الى 7500، هذا 7500. اذا هذا راح يجي قاطع لي اياه، يطلع نوع البيرنج مالتي 6211، يطلع عندي 6211. اوكي، فمن هنا اقدر اعرف نوع البيرنج اللي وكل الجيومتري اللي مال بيرنج، كل الجيومتري اقدر ايضا اوجدها. اوكي زين، فشوف هنا أنا نقدر نوجد كل انواع الجيومتري ايضا اللي تطلع. فهنا اذا شوف 6670 هنا ايش عندي؟ يطلع عندي هنا يعني رقم البيرنج مالتي واضح اللي هو ايش قد؟ اللي هو 6211. واضحة الشاشة ماكو طلاب مو؟ ايوه شوف اي هذا 7000 شوف 7500. احنا دائما طلاب شوف السي يعني يجوز ما يجيك يعني نفس الرقم مضبوط، احنا ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ اقرب رقم عليه بس الاكبر مو الاصغر، لانه هذا السي شو يمثل؟ يمثل لود. انت لازم تاخذ تختار نوع من البيرنج يتحمل اللود قد هذا اللود او اكبر مو اصغر، تاخذ اكبر. فاذا ما اجي اختار 6050، لا ليش 6050 ما يصير؟ لانه اصغر من 6670. شو اختار 7500؟ شوف 7500 اذا راح ينطيني نوع بيرنج 6211 اللي هو القطر الداخلي مالته 55. فاذا شوف هنا اكو شغله اللوخ، اذا كم انش؟ 2.16 من الانش. شوف اكو هنا شغله اللوخ، انه انا ما اختارت نوع البيرنج هنا، أنا راح اجي اقارن مع احتمال هذا الرقم 6670 يجوز القي بي يعني اكو رقمين من عند لا مو، اذا يا ولا اختار، راح اختار على اساس شنو؟ على اساس قطر الشافت. يعني شوف لو هنا نجي نبحث 6000 هنا بالنسبه شوف شوف هنا شفنا هنا شوف هنا ايش عندي يا طلاب 7000، شوف هنا شوف هذا ايش قلت 7050، اذا هذا هم يرهم، اذا ايش يطلع لي 6308، اذا 6308 و 6211 هنا 6000 زين ينطيني 1.5 انج، هناك ايش قلت 2.1 انج، اذا انطاني شوف قطرين داخليين، يا هو منهم اقرب الى قطر الشافت هو اللي اختار نوع البيرنج اللي اريد. فاذا شوف من هنا نقدر نختار زين واضح. فاذا شوف هنا طلعنا قيمه السي وجدناها. اكو طريقه اخرى متبعه ايضا لاستخراج قيمه السي، هذه الطريقه هي شنو؟ انه انا مو كان ما اطلع اللايف ديزاين واطلع اللود ديزاين او هو الموجود لود ديزاين واستخدمه بهاي المعادله اللي هي 14-3، اكو معادله اخرى اللي هي معادله 14-4. هاي المعادله 14-4 هذه المعادله هو انه مو كان ما استخدم هنا يعني هنا استخدم قيمه الار بي ام
واستخدم هنا قيمه الار بي ام واستخدم اللود ديزاين هنا، لا راح استخدم ما يعرف بالسبيد فاكتور وباللود فاكتور اللي هو من خلال هذا الشكل اللي هو 14 12. فشوف هنا 14 12 راح اجي مثلا ايش قد عندي انا قيمه ال مثلا قيمه 500 ار بي ام مثلا 1000 ار بي ام، اذا اجي 1000 ار بي ام اذا راح تقاطع هاي النقطه، هذا 0.4 هذا 0.3 يطلع لي هنا 0.32 مثلا، فاذا نقول الفاكتور مثلا 0.32 مثلا على سبيل المثال. زين هنا بالمثال كان عندي 600 وين؟ يعني 600 يعني تقريبا ال 600 تقريبا هنا راح تصير هاي دقيقه هاي 500 اي هاي 600 اذا هاي 600 هاي 600 هاي 600 هذا 0.3 هذا 0.32 4 6 8 اذا يعبر ال 8 اذا يطلع لي عندي شوف 0.381 اذا هذا شنو الفاكتور مال سبيد. اجي الفاكتور مال لود، هذا الفاكتور لود شوف هذا ثاني واحد، هذا فاكتور لود هذا فاكتور سبيد اف ان وهو اف لود ال. ايش قد اللود مالتي كان عندي؟ كان عندي 600 و لا سوري الفاكتور مال لايف هذا سوري مال لايف ايش قد كان عندي هناك اللايف 30000، وين 30000؟ هذا 20 هذا 50 اذا 50 هذا 40 هذا ال 30 هذا ال 30 طلاب شوف هذا ال 30 هذا ال 30 زين 30 ايش قد عندي هنا 3 3.2 3.4 0.6 0.8 تقريبا 0.9 شوف 3.9 طلعت الفاكتور 3.9. الان اجي على السي، السي شو يساوي لي؟ يساوي لي اللود اللي هو 650 في الفاكتور مال لايف 3.9 في تقسيم الفاكتور مال ار بي ام، فراح يطلع عندي قيمه السي. ايش قد طلع قيمه السي؟ 6654. هنا ايش قد كانت عندي؟ 6670 يعني مقاربه جدا. فاذا ممكن ان اوجد قيمه السي بالمعادله 14.3 وممكن اوجدها بالمعادله 14.4 تطلع قيمه جدا مقاربه. وتعود تشوفت احنا اساسا يعني بالتيبل نقرب القيمه إذا الى قيمه اعلى من عندها، يعني ما تاثر هاي القيمه البسيطه، الفرق البسيط. زين هذا بالنسبه لو احنا عندنا يعني نوع من اللود المسلط اللي هو شنو؟ اللي هو الراديال لود، لو كان عندي فقط راديال لود. لو كان عندي فقط الراديال لود المسلط، زين. لو كان عندي يعني هذا زين. الآن بعض التوصيات بهاي العملية، فش نقول؟ The bearing is normally selected after the shaft design has progressed to the point where the requires minimum diameter of the shaft has been determined. طبعا يقول احنا يعني نصمم البيرينج بعد ان نصمم الشافت. فاعتيادي انت هسه من تجي تريد تصمم الشافت، هسه احنا تتذكرون من اخذنا قيمه السي قلنا 6670 لقينا نوعين من البيرينج. زين ياهو منهم راح اختار؟ يعني احنا ايش قلنا؟ قلنا نختار على اساس قطر الشافت. هنا شو يقول؟ يقول انه انت البيرينج اعتيادي من تجي تصممه بعد ان تصمم الشافت، مو قبل ان تصمم الشافت. يعني انت راح تصمم الشافت وعلى اساسه راح تصمم البيرينج، ومن تصمم البيرينج ترجع تسوي فيدباك لقطر الشافت على اساس قطر البيرينج اللي موجود بالجدول. لانه انت ما تقدر تصمم شافت وتجي تاخذ بيرينج قطر الداخلي مالته اكبر، بالتالي ما راح يدخل هذا، هذا راح يلعب على ما راح يدخل كيعني فت ويا البريس يعني لايت بريس قلنا زين، ما يصير بي انترفيرنس وياه. زين احنا لازم يصير بي انترفيرنس وياه، فاذا لازم يكون القطر مالته يعني قطر الشافت يعني تقريبا بقدر قطر البيرنج الداخلي حتى يصير بيناتهم لايت بريس بيناتهم حتى يبدي يدور معه حتى يصير كانما قطعه واحده. فيقول اساسا انت حتى تصمم بيرنج لازم اول شيء تصمم الشافت وتوجد المينيمم دايمتر للشافت اللي يتحمل الستريسز المسلطه عليه. زين الراديال لود احنا بالتالي من عندنا صممنا، تتذكرون من صممنا الشافت احنا ايش قمنا؟ قمنا بتحليل القوه، سواء كان عندي جير او عندي بيلت يعني بولي، فحللنا القوه. اذا انا عندي القوه سواء كانت شنو هي القوه؟ راديال اكسيال يعني ثراست لو غيرها، المهم حللنا القوه. اذا عندي راديال لود ار ناون معلومه، فبالتالي من عندي هاي الراديال
المعلومه اقدر اصمم من خلالها البيرنج، هاي تكفي عندي يعني. زين، along with the orientation of the bearing with respect to other element in the machine. اذا اول خطوه شو اسوي؟ شوف الخطوات، خطوات عمليه التصميم. اولا شنو؟ specify the design load on the bearing. اذا احنا لازم نسلط، لازم نحدد الديزاين لود، لود ديزاين، تذكرون لود ديزاين قلنا عليه اللي احنا اخذناه هنا بالبيرنج اللي هو عباره عن فقط راديال لود. زين، يوجوالي called equivalent load او نسميه بالequivalent load، اذا هو الحمل المكافئ. The method of determining equivalent load when only a radial load، لما بس عندي radial، احنا هنا نحكي بس radial عندنا، بعدين راح نيجي ناخذ لو كان عندي radial وthrust، حاليا بس radial، is applied takes into account whether the inner or outer rise rotate. احنا قلنا عادة طلاب تذكرون من شرحنا المحاضرة السابقة، قلنا عادة الاوتر رايس للبيرينج هو يكون ستيشنري والانر رايس هو اللي يكون روتيتنج عادة. اكو احيانا بعض الحالات العكس صحيح، انه الانر هو الستيشنري والاوتر هو الروتيتنج. فلذلك هو ايش سوى؟ خلالي هاي العلاقة البسيطة اللي هي P is equal to V في R. الR هو الراديال لود، هو نفس الراديال. يبقى الV، الV شنو هاد؟ يقول the V factor is the rotational يسموه فاكتور. زين، هذا الروتيشنال فاكتور ينطي قيمه انه هو قيمته واحد، معناته كل اعاده هو ما موجود، معناته انه اللود هو نفس الراديال. هذا اذا كان الانر رايس هو اللي يدور، يعني الحاله الاعتياديه اللي انه البيرنج انه ان الانر رايس الداخلي هو اللي يدور، فاذا هو اللود ديزاين هو نفس الراديال لود، نفسه ما يختلف شيء. لكن لو كان بالعكس، لو كان الاوتر رايس هو الروتيت الخارجي، فاذا اللود ديزاين راح اضرب شلون قيمته؟ قيمته 1.2 راح تكون في الراديال لود المسلط عليه. اذا راح تكون قيمه الفي 1.2 هنا، هذا لو كان عندي الاوتر رايس هو اللي يدور والانر هو ستيشنر ثابت. اوكي، اذا هاي الخطوه رقم واحد، هاي بس انها تشيكا يعني. زين، خطوه رقم اثنين، ديترماين ذا مينيمم اكسبتبل دايمتر اوف ذا شافت. اوكي، هنا ايش اعتيادي؟ انه قلنا احنا قبل ان نبدي نصمم البيرنج لازم عندنا معلوم قطر الشافت، المينيمم دايمتر اوف ذا شافت اللي هو راح يتحمل الستريسز المسلط عليه، لازم يكون معلوم عندنا. بعدين نجي select the type of the bearing using table 4.1 as guide. شنو هذا table 4.1؟ تذكروا table 4.1، خلينا نطلعه حتى نذكركم به خط ما تذكروا. table 4.1 اللي هو ينطيك، شوف اللي هو ينطيك لكل نوع من اللود، لكل نوع من اللود استخدم يا نوع من البيرنج هو الناجح له. فاذا من هنا انا اول شيء بتصميم البيرنج قلنا اول شيء قطر الشافت معلوم عندنا، بعدين نجي انا شنو عندي نوع من اللود؟ هذا اللود راديال او ثراست او اثنينهم، اذا يا استخدم اجي على هذا التيبل ومن خلاله اعرف انه كل لود هنا، شوف هنا عندي الراديال، عندي هنا ثراست، عندي هنا المس الاينمنت، فاذا على هالاساس اني اختار يا نوع من البيرنج اللي احتاجه. زين، أربعة يقول specify the design life of the bearing using table 14.4. تذكروا هذا التيبل 14.4 اللي اخذناه، اللي هو شنو يحدد لي اللي هذا اللي هو الديزاين لود لايف. ديزاين لايف لكل حاله، شنو ايش استخدم اني؟ موتور كهربائي، موتور شغلات زراعيه، هنا اجريكلتشر اكويبمنت، الكتريك موتور، يعني هاي واضحه عندك بالتيبل هذا اخذناه. فاذا يقول من خلال هذا التيبل ايضا اعرف عمر التشغيلي الموصى به لكل حاله. خمسه ديترماين ذا سبيد فاكتور، شفناها حتى نحسب، تذكرون السي بالمعادله 14.4، هاي المعادله 14.4 هذه 14.4 حتى نحسب السي، حتى نحسب السي بهالطريقه هذه. فعندي هذا الديزاين لود، هذا اللي المفروض احنا حسبناه رقم واحد ديزاين لود، ايش عندي؟ عندي الفاكتور مال لايف وعندي الفاكتور مال سبيد. فإذا شنو؟ إذا determine the speed factor and the life factor for such tables are available for the select. إذا يقول حتى نحسب السي وبالتالي نقدر نحسب يعني كل قيم أو نوع البيرنج اللي نحتاجه. رقم ستة compute the اللي هو بالضبط require basic dynamic load rating اللي هو السي من خلال معادلة ممكن 14.1 ممكن 14.3 ممكن 14.4.
فاذا شلون تحسب السي؟ باي طريقه انت تحسب، يعني تريد تحسبها عندك هاي المعادلات وتقدر تحسبها باي طريقه انت تفضلها. سبعه identify a set of candidate bearing. اذا نحدد البيرنج اللي رشحه احنا نستخدمه ذات هاف ريكواير بيسك دايناميك لود. اذا شلون نحدد البيرنج؟ من خلال الدايناميك لود ريتنج اللي هو من خلال السي. شلون؟ نروح على الجدول اللي هو 14/3 تيبل 14/3 ونقدر نحدده من عنده. select the bearing having the most confident geometry also considering its يعني cost and availability. طبعا يعني اختيار قلنا الجيومتري المناسب للبيرنج، كذلك ناخذ بنظر الاعتبار يعني الكلفه مالته، يعني انت كل ما كبرته كل ما او كل ما مثلا بيرنج بول بيرنج عادي شكل رولينج او تيبر ذاك شوي اغلى، يعني تراعي بها الكوست والافاليديتي يعني العمل مالته الافضل. ديترمين ماونتنج كونديشن طبعا ظروف الاخرى اللي تحتاجها ايضا تختارها بالشافت من ناحيه التولرانس، من ناحيه اذا استخدم سيت، من ناحيه الهاوزنج، يعني الامور اللي تحتاجها ايضا بعمليه التثبيت البيرنج على الشافت. الان خلينا نجي نبدي ناخذ شويه بعد امثله يعني اكثر يعني تعقيدا واكثر عملا يعني او هي المتداوله يعني اكثر تصميما. الان الاكزامبل 14/3 select a single row. اذا سنجل واحد يريد، ما يريد اثنين، ما يريد دبل. تيب جروف بول بيرنج، اذا بول بيرنج اعتيادي يريد يستخدمه هنا. زين. تو كاري 650 باوند اوف بيور راديال لود فروم ذا شافت. اذا هذا فقط عندي راديال لود بس ما عندي اكسيال لود اللي هو الثرست لود واللي هو قيمته 650 باوند. على شافت، هذا الشافت يدور ب 600 ار بي ام. هنا اللايف ديزاين انطاني اياه هو مباشره، ما يحتاج تروح من الجدول تاخذه وتشوفه، 30,000 ساعه. The bearing is to be mounted on the shaft with a minimum acceptable diameter. اذا يقول هذا البيرنج انه اني لازم القطر الداخلي، ما اني القطر اللي حسبته المينيمم ما الشافت هو 1.48 انش. هذا المينيمم، ممكن انه انت تسوي 1.5 انش 1.6 حسب البيرنج اللي يطلع عندك، بس اني مينيمم عندي هالقد يتحمل بالشافت. زين. Not that. This is a pure radial. بما انه هو pure radial وما حكينا انه هو شلون يدور، فاحنا نعتبره انه هو يدور شنو؟ ضمن الـ inner rise. اوكي؟ inner rise. بما انه ضمن الـ نعتبره ضمن الـ inner rise، اذا قيمة الـ V ايش راح تكون له؟ راح تكون واحد. اذا الـ design load هو نفس الـ radial load، اذا الـ P يساوي V في R ويساوي R اللي هو نفسه R اللي هو جد قيمته اللي هو 650 باوند. إذا حصلنا قيمة الـ P. الآن نجي عندي أني عدد الساعات إيش قد منطيني إياها؟ 30,000، وعندي الـ RPM 600. إذا من خلال هذول الاثنيناتهم، من خلال الفيجرات أقدر أوجد، من خلال الفيجرات هذه أقدر أوجد قيمة C. وخليني نعتبر إنه هذين القيمتين اللي انطاني هم نفس القيم، ترى لو تروح لهم على البروبلم 4/2، يعني لو تروح نرجع على البروبلم 4/2 شوف ايش قد اللود هنا 650 وهنا 600. فمن 650 600 من جينا اخذنا هاي 14/4 المعادله، شوف من جينا هنا حسبناها ايش قد طلعت قيمه السي؟ هنا 6650، هنا طلعت 6670، فهو نفس القيم. فاذا هنا ايضا شوف يقول لك قيمه السي 6670 نفس القيمه اللي وجدناها بالاكزامبل رقم ايش قد؟ رقم 2. زين. الان هسه انا عندي السي ايش قد طلع؟ 6670. الان اروح على التيبل 14/3 6670. تتذكرون احنا رحنا وشيكنا طلع عندي نوعين من البولبرنس 6211 و6308، وعموما هم خلينا نروح نشيكها. شوف نرجع مره الاخ، شوف وين 6670. 6670 لازم ناخذ اكبر من عنده. هنا عندي 7500، ايش قد رقم البول بيرن؟ 6211. ايش قد القطر الشافت؟ 2.1 انش. هاي احفظوها. نجي على الاخ، هنا أنا اكو لا هنا اي اوكي هذا لا سوري هناك هنا أنا اكو هنا أنا. هنا أنا اكو قريب
هذا ايش قلت؟ 7000. 7000 ايش قد رقم البولبرين؟ 6308. ايش قد الانج؟ الشافت 1.57. هناك ايش قد عندي الشافت؟ 1.48. اذا هذا هو المناسب 6308. فشوف انا اللي لقيت اثنين 6211 و6308، بس هذا قطر الشافت ذاك البولبرين 2.1 انج، بينما قطر الشافت 1.48. هنا هذا الاخ 1.57، اذا هذا اقرب. اذا اختار هذا النوع من البولبرين اللي هو 6308. يعني ممكن اختار 6211، بس بالتالي ايش راح يصير؟ راح اكبر قطر الشافت الى 2.1، وهذا فلوس كوست. والبولبرين ايضا كبرته، ايضا كوست، وايضا ويت، وزن زايد، وايضا سايز زايد، حجم زايد. هذا كله ديزاين. يعني احنا لازم، هي يعني هو صح راح ينجح، كبرت القطر الشافت راح ينجح، كبرت البولبرين راح ينجح، بس على حساب انه انا زيدت الوزن وزيدت الكلفه وزيدت الحجم. فاحنا مو يعني شو قلت، فاذا الانسب انا اشوف هو 6308. نرجع الى الاكزامبل. اذا شو يقول؟ يقول شوف نفس الكلام، وي فاوند ذات وي كود يوزينج 6211 او 6308. يقول ايذر هاز ريتد سي اللي هو قيمه السي 6670. يقول بط نوت ذات، لاحظ انه 6211 القطر الداخلي مالته هو 55 ملم، يعني 2.16 انش. يقول وال 6308 هاز ا بور اوف 40 ملم، يعني 1.57 انش. يقول بالتالي 6308 از مور نيرلي ان لاين وذ ذا ديزايرد شافت سايز. ليش؟ لانه ديزايرد شافت سايز ايش قد قيمته؟ قد قيمته 1.48. إذن هذا هو أكثر ملائمة لهذا النوع. شوف هذا أكثر ملائمة. إذن أحرجي أخذ كل الجيومتري من عنده، فأقول 6308 الداخلي مالته هو هالقد، الخارجي مالته هو هالقد، العرض مالته هو هالقد، الفلت مالته هو هالقد، والسي مالته هو الآن قصر 7050. إذن أني عندي قد سي 6670، لازم أخذ بولبرين يتحمل هالقد سي، هالقد دايناميك لود، بينما ايش قد اني عندي هذه يتحمل 7000 هو اكثر. اذا اوكي، اذا اني شغلي مضبوط. واضح هالشكل ابدي عمليه الديزاين. زين واضح هنا طلابي لحد الان؟ لحد هنا اوكي، اكو مشكله؟ زين الان خلصنا انواع البيرينج اللي تتحمل الراديال، او لو كان عندي فقط راديال لود. زين لو كان اني عندي أكثر من نوع من اللود، عندي راديال وعندي أكسيال اللي نسميه ثراست، اللي راح يشيل. ليش ثراست؟ اللي راح يسوي لي قوة دفع، ثراست لود قوة دفع. فنقول when both radial and thrust load are exerted on a bearing، إذا كان عندي نوع من اللود اللي هو الراديال والأكسيال، اثنينهم مسلطات على البيرينج، the equivalent load is the constant radial load and would produce the same radial life for the bearing as the combined loading. إذن هنا لازم نحسب معادلة مشابهة للمعادلة اللي حسبنا بها اللود ديزاين، بس هنا شنو اللي حسبنا بها الراديال، لكن هنا هذه المعادلة اللي هي 14.6 راح تحويني الكومبايند مالتهم اللي هو method of computing the equivalent load P for such cases is present in the manufacturer's كتالوج and takes from. إذا المعادلة هذه شنو؟ P يساوي لي VXR زائدا YT. الP يا طلاب هو شنو؟ هو اللود ديزاين مالنا. الP هو اللود ديزاين. الR هو الراديال لود. والT هو الثرست لود. تمام؟ تمام. زين. الV هي نفسها الV اللي أخذناها بالراديال لود. يعني شنو الV؟ الV هي واحد لو كان الانر رايس يدور، و 1.2 لو كان الاوتر رايس يدور. يبقى ايش عندي؟ يبقى عندي الجديد هو الاكس والواي. شنو هو الاكس وشنو هو الواي؟ الاكس هو الراديال فاكتور، فلذلك نشوف بيش يضرب بالار. الاكس وين مضروب؟ مضروب بالار، لان هو الراديال فاكتور. الواي هو الثراست فاكتور، الثراست فاكتور. زين خلي نقرب عليهم شنو الاكس وشنو الواي بعد اكثر.
نقول the values of x and y vary with the specific design of the bearing. طبعا هاي القيم يقول تختلف مع كل نوع من انواع الديزاين المحدد اللي احنا يعني نختاره. And with the magnitude of the thrust. طبعا مع ليش؟ لانه هذول قيمه الاكس والواي هم شوف هو شنو؟ هو لود يعني راديال فاكتور وثرست فاكتور. اذا ايش قد يعني انت عندك مثلا عندك نوعين من اللود مسلط على البول بيرنج، يا هو قيمته اقوى هو هذا عامل، يعني ايش قد قيمه الاقوى الراديال ايش قد قيمته والاكسيال ايش قد قيمته، ايش قد قيمتهم تاثيرهم اقوى على البول بيرنج، هو هذا قيمه الفاكتورات يعني يقصد بها. اوكي فماجنيتود اوف ذا ثرست لود ريليتيف تو، شوف اذا يعني قيمه الاكس والواي هي تعطيك قيمه الثرست والراديال واحد نسبة إلى الآخر، نسبة شنو؟ نسبة تأثيرهم على البيرينج أو على الشافت نفسه. زين عادة the relatively small thrust لو كان عندي X لو كان عندي قيمة الثرست قليلة، لو كانت عندي قيمة الثرست قليلة معناتها قيمة X شبيهة واحد أو تقترب من الواحد. زين وقيمة الواي، شوف قيمة الواي، الواي شنو هي؟ الواي هي شنو؟ الواي هي الثرست فاكتر. فشوف احنا ايش عندي؟ يعني احنا بالضبط الاكس والواي، شوف عندك انت هذا صفر وعندك هذا واحد. عندك صفر وعندك واحد. يعني خلينا نقول النسبة، نسبة صفر إلى نسبة 100%، نسبة صفر إلى نسبة 100% اللي هو واحد. فأنت عندك شنو؟ عندك صفر واحد. شوف انتبه عليه، هذا صفر وهذا واحد بالنسبة للإكس وبالنسبة للواي. فهاي الفاكتورات مالتهم. لما يكون الواي صفر، هذا الشيء يعني الواي هو الثرست فاكتور، معناته تأثير الثرست لود جدا قليل أو يكون معدوم صفر. فبالتالي التأثير الكلي والأعظم ليه يعني يكون للراديال اللي هو الراديال فاكتور اللي هو الإكس، فرح يكون قيمته جد قيمته واحد، فرح تكون قيمته واحد هذا. واعتيادي والنسب بعدين تختلف، إذا صارت الواي مثلا 0.2 فاعتيادي راح تكون تقريبا قيمة الإكس هو 0.8 وهكذا، يعني النسب هي تكون يعني تقريبا مشابهة لهذا الشيء. فنرجع نكمل، فش يقول for the relatively small thrust load، لما يكون الثرست لود جدا قليل فراح يكون الاكس هو واحد والواي صفر. لما نشوف الواي صفر هاي راح تروح، اذا المعادله الاكس واحد راح يروح، اذا المعادله ايش راح يصير بها؟ راح يصير بها نفس المعادله اللي هي قبلها 14.5، راح تصير شوف نفس هاي المعادله، نفس هاي 14.5 بي يساوي في بي ار. اوكي زين تصير نفس القيمه كانما. زين الان سو يقول ذا ايكوفالنت، هذا راح يكون نفس المعادله 14.5 اللي حكيناها. زين to indicate the limiting thrust، طبعا هاي في الحالة الأولى. زين الآن راح نجي يا طلاب على التيبل 14.5. شوف 14.5 لو تشوف أسفل التيبل شو يقول لك؟ يقول لك الX قيمته 0.56 for all values of Y. إذا نعطاني قيمة الX هنا، قيمته ايش قد؟ 0.56 لكل قيم الY. بقش عندي بعض التيبل هذا راح تشوفه هو بين الY وبين اكو كوفيشنت اسمه اي او سيمبل خلينا نقول اسمه اي، واكو ايضا في ريشيو اللي هي تي على السي نوت. التي هو الثرست لود والسي نوت، السي نوت او سي سب زيرو هو شنو؟ هو تذكروا اللي شفناه بالجداول جدول 14.3 اللي هو السي دايناميك وهذا السي شنو؟ هو الستاتيك. اذا هاي قيمه السي من هناك. زين اذا انا لو اجي اخذ التي اللي هو قيمته معلومه اللي هو ثرست لود واقسمه على الستاتيك ريتنج لود اللي هو سي سب نوت راح طلع قيمه، من هاي القيمه اجي اقاطعها من هنا راح اقدر اوجد قيمه الواي واقدر اوجد قيمه الاي. قيمه الواي افتهمناها موجوده بالمعادله نحتاجها، وقيمه الاكس هذه اذا حلت معادله، قيمه الاي شنو؟ انتبه نرجع احنا شو يقول تو انديكيت the limiting thrust load for which this in this case manufacturing list factor called A. إذا E إذا هذا هو، شوف
اللي هو فاكتور اللي سماه اي. شو يقول؟ اذا كان قيمه، شوف هنا راح نجي ناخذ نسبه وتناسب. نسبه شنو؟ التي على الار. التي هو شنو؟ الثرست لود، والار الراديال. يقول اذا كانت قيمه التي على الار هي اكبر من قيمه الاي هاي اللي وجدناها بالجدول، اوكي، فبالتالي احنا اذا كانت التي اكبر من الار احنا لازم نستخدم هاي المعادله اللي هي 14/6، هاي المعادله اللي هي هاي. اذا لو كانت قيمه التي على الار اكبر من قيمه الاي اللي وجدناها بالجدول فاحنا راح نستخدم هاي المعادله. معناته شنو اذا اكبر من اي؟ معناته قيمه الثرست لود الا تاثير، تاثيره واضح، بحيث انه لما اجي اقسمه على التاثير الراديال راح تطلع قيمته اكبر من الاي، يعني تطلع قيمته شوي كبيره، معناته الا تاثير. فاذا استخدم هاي المعادله 14/6. زين، يقول اذا كانت قيمته اقل، قيمه التي على الار اقل من الاي، معناته شنو؟ معناته تاثير الثرست لود اقل. بما انه تاثيره اقل اذا ما يحتاج استخدمه، اذا ارجع على المعادله 14/5 هي هاي اللي استخدمها، اوكي. فارجع على هاي المعادله الثانيه هي اللي راح استخدمها، ما استخدم هاي المعادله. واضح طلاب؟ فهذا القصد من هذا الكلام. اذا هذا هي قيمه الاي اللي احنا وجدناها الان. زين، نجي ناخذ ايضا البروسيجر ونشوف اسلوب الحل وطريقه الحل مالتنا شنو. نفس البروسيجر الحل السابق، شو نقول؟ يقول both e and y denoted on the ratio. اذا هذول اثنيناتهم وين وجدهم؟ مثل ما وجدناها من خلال الراتيو، من خلال النسبه t على c sub not اللي هو الكونستانت. where c sub not is static load rating، قلنا هاي static load rating، قلنا نطلعها من التيبل 14/3 of the particular bearing. زين، the present a difficulty is in bearing selection. يقول الصعوبه هي وين؟ انه باختيار، انه احنا لازم نكون حتى نطلع السي نوت، انه احنا نكون لازم نختارين يعني نوع البيرنج، لازم نكون احنا مختارين حتى نطلع السي نوت. ليش؟ بيكوز ذا فاليو اوف سي نوت از نوت نون. لكن احنا المشكله وين؟ انه احنا عندنا السي نوت غير معلوم، بس احنا السي نوت منين نطلعها؟ من جداول 14/3. يعني معناته احنا شلون نطلعها؟ معناته احنا مختارين البيرنج بس احنا اساسا ما مختارين، فشلون؟ فيقول سي نوت از نوت نون، ما معلومه until the bearing has been selected، لما نختار نوع البيرنج. فلذلك ايش راح نستخدم؟ ايش راح نسوي؟ يقول therefore assemble try and error method. اذا احنا نستخدم طريقه التراي اند ايرور ميثود، راح نستخدم طريقه التراي اند ايرور. اذا احنا شو نسوي؟ راح نطلع قيم تقريبيه للسي ونختار من خلالها البيرنج، وبالتالي نختار من السي نوت، ونجي نطلع قيم الاكس والواي واللود ونصمم، ونرجع بعدين نسوي عليه يعني اتريشن الى ان نضبط عمليه الاختيار البيرنج بشكل صحيح. If a significant thrust load is applied to the bearing along the radial, perform that. اذا الخطوات مالنا شنو هي يا طلاب؟ الخطوه الاولى بالتصميم هي شنو؟ بعض احنا اول خطوه انه احنا لازم نحسب الديزاين لود. زين، انا شلون احسب الديزاين لود؟ لازم اطلع قيمه الاكس، انا عندي الار وعندي الفي، اعرف انه الانر لو الاوتر، وعندي التي، وقال اكس والواي. الاكس قال لك هو يا به هلقد قيمته، اوكي زين، الواي ايش قيمته؟ فيقول بالبدايه انا شو اسوي؟ راح افرض انه قيمه الواي قيمه فت قيمه وسطيه، وخلها نسميها 1.5، اخذ هيج 1.5. من خلال هاي القيمه اجي احسب قيمه ايش؟ احسب اللود ديزاين. اذا راح اخذ قيمه الواي لا على التعيين 1.5، واجي اطلع قيمه اللود. من طلعت قيمه البي هنا قيمه اللود، تتذكروا المعادله 14/3 زين، او 14 حتى 4، لازم استخدم بها اللود. اذا استخدم اللود حتى اوجد قيمه السي، اذا اوجد اللود حتى اطلع قيمه السي، اوكي، حتى اطلع قيمه السي. اذا راح اوجد قيمه اللود حتى اوجد قيمه السي، طلعت اللود، اذا حسبت السي هنا. من حسبت السي خلاص، اذا اروح للجداول واقدر اطلع قيمه السي نوت. طلعت قيمه السي نوت اللي هو الستاتيك دايناميك ريتنج. من طلعت قيمه السي نوت انا عندي تي، اذا اقدر احسب الريشيو تي على سي نوت، خلاص حسبته. من حسبت هذا الريشيو اجي على التيبل 14/5 اللي هو هذا، شوف هذا التيبل 14/5
تي على السي نوت من قدرت تحسبته، اذا اقدر احسب الواي واقدر احسب قيمه الاي. اذا حسبت قيمه الواي والاي اثنيناتهم اقدر اطلعهم من هالجدول هذا، فراح اطلع قيمه الاي. ارجع اقول تي على ار، اذا اقسمه اذا طلع اكبر من الاي فاذا اوكي انا راح استخدم هاي المعادله مالتي المضبوطه نفسها، اذا طلع اقل لا ارجع على المعادله السابقه اللي هي شو تقول، ان تقول بي يساوي في في ار فقط، وارجع على نفس ذيك المعادله. زين، وبعد ذلك اطلع قيمه الواي. من حسبت قيمه الواي ارجع هسه انا قيمه الواي حسبتها وين من الجدول، اذا ارجع شو اسوي، ارجع اطبق هنا، ارجع على النقطه رقم 2، ارجع على النقطه رقم 2 اخلي قيمه الواي وارجع احسب بي جديده، ومن البي جديده ارجع احسب سي جديده، ومن السي جديده ارجع اطلع سي نوت جديده، ومن اطلع سي نوت جديده ارجع اقسم التي على السي نوت الجديده، وراح اطلع ايضا قيمه الواي الجديده، واظل بهذا اللوب والاتريشن مالتي الى ان قيمه القيمه تثبت تقريبا او تكون جدا قريبه، ذاك الوقت راح اتوقف واقول خلاص اعتمد هذه القيمه. واضح طلاب؟ هذه هي البروسيجر وخطوات الحل. على هذا البروسيجر وخطوات الحل هذه راح ناخذ اكزامبل نطبق الحاله الموجوده بالاكزامبل هذا، راح تشوف انه بهذا الاكزامبل اطبق الحاله بالكامل. زين، راح نشرح هذا الاكزامبل ونفهمه وراح نتوقف هنا ما نفوت بعد اكثر حتى لا اتيح عليكم السالفه. فخلني نشوف هذا الاكزامبل، هذا الاكزامبل راح يعرفني لو كان انا عندي ثراست لود وراديال لود سويه. شوف شو يقول، سيلكت سنجل رو، خلاص ديب جروف اوكي، بول بيرنج، اذا اختاريت بول بيرنج. زين، يقول فروم تيبل 14.3 تو كاري راديال لود اوف ذا، اذا شنطاني راديال لود ايش قد قيمته؟ 1850، وثراست لود ايش قد قيمته؟ 675، اذا انطاني كومبايند لود هنا راديال وثراست. زين، يقول الشافت روتيت انطاني ايش قد يدور الشافت. زين، ديزاين لايف اوف، انطاني ديزاين لايف راسه مباشره، هو ما خلاني اروح اني على التيبل، انطاني قبل 20000 ساعه كل الزين، وانطاني قطر الشافت يا طلاب، انطاني قطر الشافت كل الزين. زين، هسه انا ايش عندي؟ اجي بنفس البروسيجر، شو اختار قيمه الواي؟ قيمه وسطيه، ايش قد قلنا؟ 1.5. زين، واجي اطبق هاي المعادله 14.6، جت قيمه ال 1.5، اذا الفي، شوف الفي هو 1 لانه انترنال، الاكس ايش قد قلنا؟ قلنا الاكس لكل قيم الواي ايش قد؟ 0.56. زين، الراديال ايش قد؟ 1850، هي 1850. زين، الواي قلنا 1.5، الثراست هو 675، طلعت قيمه الديزاين لود ايش قد؟ طلع 2049. زين، عندي عدد دورات، عندي عدد اللايف الساعات 20000، اذا راح اطلع السبيد فاكتور واللايف فاكتور، من عندهم راح اطلع قيمه السي، طلع قيمه السي من خلال معادله 14.4، طلعت قيمه السي عندي 23300. يلا خلينا نرجع هسه نروح للتيبلات، تيبل 14.3 23300، نرجع لاول واحد، وين 23300؟ شوف لو تلاحظون يا طلاب هنا عندي هذا 23، هذا 23، لا هو يقول لي 23300، اذا هذا ما يفيدني، 24900، اذا هذا 24900، هذا 24900 اللي هو ايش قد؟ 6222، 6000 ايش قد؟ 222، 6222 ايش قد قطر الشافت؟ 4.3 انش، 4.3 انش، اذا 6222، نروح عليه بالله، 6222 4.3 انش، هو ايش قد يقول لي؟ قد يقول لي الانش، قال لي 3.1، اذا هواي هواي، شوف هنا ايش قال لي الاكبر؟ 6222 اللي احنا وجدناه، بس هذا ايش قد طلع؟ طلع لي 4. زين، 4 وشويه هوايه، خلينا نشوف الاخ، خلينا نشوف الاخ، نجينا على هذا اول واحد 23، هنا ماكو 23، 23 هنا ماكو، هنا موجود 24700، هذا 24700، هذا 24700، ايش قد قيمه الرقم؟ 6318، ايش قد القطر مالته؟ 3.5، اذا هذا 3.5، هذاك 3.1، اذا هذا معقول اللي هو ايش قد؟ 6318. قد قيمه السي نوت طلاب؟ 22500، هي
22000 ايش قلت؟ و500. اذا نرجع شوف لو تلاحظ ايش قال؟ نفس الكلام اللي احنا وجدناه. شو وجدنا احنا؟ وجدنا نوعين 6222 و6318، لكن ايش قال؟ 6222 طلع 4.5 القطر، بينما هنا ايش قد قايل لي قطر الشاف 3.1، هذا ايش قد طلع لي 6380؟ طلع لي 3.5، اذا هذا هو الاقرب. فشو يقول؟ يقول هاز بور از هيلجت اند از ويل سيوتد تو ذا ابلكيشن، اذا هذا اكثر ملائمه له، هذا اكثر ملائمه له. السي نوت تتذكرون ايش قد قلناها؟ 22500. اذا اجي هسه اقول تي على السي نوت، اقسم التي 6000 شو يعطي موجود 675 على 22500 طلع 0.03. اروح 0.03 من التيبل، وين التيبل مالتي؟ يعطي التيبل مالتي 0.03، وين 0.03؟ شوف هنا ايش عندي 0.028 وهذا 0.05، اذا بيناتهم اسوي انتربوليشن بيناتهم واطلع قيمه الاي 0.22 تقريبا، بس 0. يعني انتربوليشن اطلع قيمه الواي، راح تطلع عندي واي تقريبا 1.97 1.97، يعني اسوي انتربوليشن بيهم حتى اوجد القيمه اللي ما موجوده. شوف فاذا سويت ايش طلع عندي الاي 0.22 تقريبا، شوف ابروكسيميتلي تقريبا. زين هسه شنو حتى نشيك انه احنا نستخدم هذا القانون لو لا؟ تي نقسمه على الار، ايش طلع؟ 0.36، اكبر من الاي، اكبر من الاي، اذا صحيح. اذا نستخدم احنا هاي المعادله مالتنا، اذا هاي المعادله صحيحه اجي طلعت قيمه الواي ايش طلع؟ 1.97. اذا طلعت لي عندي هسه قيمه واي جديده. من طلعت واي جديده ايش اسوي يا طلاب؟ ارجع على الستيب 2، على الستيب 2 وارجع من جديد، من جديد احسب قيمه البي واحسب قيمه السي. زين واجي اطلعها، فراح اجي استخدم من جديد، استخدمت هذا وجدت قيمه البي، طلعت عندي هاي قيمه البي، طلعت عندي قيمه السي ايش قد؟ 26900، طلعت عندي 26900. زين اجي هسه 26900 ايش عندي؟ 26900 هذا 6320 مو 6320، يعني هذا بس شنو هذا يصير كثير يعني علينا 6320. شوف احنا هنا ايش طلعنا؟ هنا سوري سي طلع 26900، 26900. ف 26900 هذا قيمته راح يطلع لي اياه 26900، اذا ارجع اشيكه من جديد 26900 ياهو يطلع عندي 26900، يعني تقريبا يعني اذا نجي 6319 هذا شوي اقل من عنده 26000 هنا 900، ها راح يطلع عندي تقريبا هذا اقدر 6224، ولو هذا يعني ضبط 26900 6224، بس هذا ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني قطر الشافت 4.7 اللي هو كلش هوايه، هذا 4.7 كلش هوايه، اذا هذا ما يفيدني، ما يفيدني. زين بعد اجي هنا 26000، اذا هنا ما عندي 26000، اجي هنا 26900، هذا شوف راح يعطيني 3.7، هذا راح يعطيني 3.9، يعني انا يعني يمكن لو ابقى على نفس القيمه هذا اللي هو 6318 افضل، لانه يعطيني قيمه قطر الشفت اقرب له، يمكن هذا افضل لي. هنا ايش راح يقول لي؟ The bearing number 6300 يعني هذا طبعا يعني ما يؤدي، ليش ما يؤدي 6328 18؟ لانه احنا السيج قد طلعناه هنا، طلعناه 26900، هناك ايش قد موجود؟ هناك موجود 24000. اذا ايش راح نختار احنا هالمره؟ اذا راح نختار 6320، شوف لازم ناخذ واحد اكبر اللي هو هذا اللي هو 30000 26، هذا 26400 احنا 900، اذا هذا 30000. 30000 ايش راح يعطيني؟ اللي هو 6320، بس قصر الشفت هنا ايش صار؟ يعني ازداد، صار 3.9، ايش نسوي؟ مجبورين عليه لانه السي كبير. زين السي نوت ايش قلت؟ 29800، اذا نرجع هسه شو نسوي؟ اختارينا المناسب، اختارينا المناسب اللي هو ايش قلت؟ 6320، 6320 هذا النوع. ايش قد طلع عندي السي نوت؟ 29800. ارجع اقسم تي على السي نوت،
اوجد قيمتها، ومن الجداول راح اوجد قيمه اي. زين، ورا ما وجدت قيمه اي اجي تي على ار اكبر من اي، اوكي اي، ايش قد طلع قيمه الواي؟ تطلع عندي 2.1. ليش 2.1؟ شوف طلاب ايش قد طلع عندي التي هذا، طلع 0.023. اجي هنا 0.023 وينها؟ هاي 0.023 ورا بين هاي وهذه. فاذا ايش قد تطلع قيمه الواي؟ تطلع قيمه الواي اكبر من 2، يعني اسوي انتربوليشن سوري، تطلع قيمه الواي يعني تقريبا 1.8، يعني 1.85 1.7 هالشكل. انت يعني تسوي لها انتربوليشن وتطلعها، طلع عندي قيمه الواي سوري 2.1 من استخدمت هذا. اوكي، فمن طلع عندي قيمه الواي ارجع من جديد احسب قيمه البي، حسبت قيمه البي واحسب قيمه السي. السي هنا ايش قد طلعت عندي يا طلاب؟ ايش قد طلعت عندي؟ 27900. زين، ايش قد كانت عندي اني قبل شويه؟ كانت السي 26900. من 26900 من اني اختاريت 6320، 6320 ايش قد قيمه السي مالته؟ 30000. لما رجعت كبرى صارت 27900، انا قد عندي قيمه السي هنا 30000. اذا اوكي، اذا الاختيار الصحيح مالتي راح يكون هو عباره عن الـ هذا النمبر اللي هو 6320. ليش؟ لانه هذا اساسا السي مالته اني ماخذه كبير اللي هو اكبر من المطلوب اللي هو 30000. فلما طلع عندي هسه 27900، وحتى لو سويت اتريشن مرت الاخ طلع عندي 27 و27 و100 و27 و200، فاني 30000. اذا اني ضمن الرينج، ما اخذ هاي القيم كلها وصاير عندي ما عندي بها اي اشكال. اذا اني الديزاين مالتي صحيح، اقدر هنا اوقف الاتريشن. تريد تستمر استمر بي، سوي مره مرتين الاخ، راح تشوف انه يرجع قيمه السي مالتك يجي صار 27 28 100 28 200. المهم كل هالقيم هي ضمن هذا الرينج اللي هو 30000. اذا خلاص، او ممكن انه تسوي اتريشن، يعني تسوي لك اتريشن مره او مرتين يكفي وتتوقف عند هاي القيمه. هذه القيمه كلش كافيه وثابته. واضح طلاب؟ اذا الان احنا يعني شوف، احنا اخذنا البروسيجر هذا اللي هو احنا بدنا نشتغل عليه وطبقناه نقطه نقطه مثل ما هو طبقناه. اذا ايش سوينا احنا بالبدايه؟ بدايه فرضنا قيمه الواي ايش قد؟ 1.5. وجدنا من عندها قيمه البي، وبعدين وجدنا قيمه السي. من قيمه السي رحنا حددنا شنو الانواع البولبرينات اللي ممكن تتلائم عندنا. اكو اثنين، لكن واحد منهم هو القطر مالته اقرب للشفت، اخترناه. طلعنا من عنده السي نوت، قسمنا التي على السي نوت حتى نطلع قيمه، طلعنا قيمته حتى نوجد قيمه الاي ونوجد قيمه الواي. نوجد قيمه الاي حتى نحدد انه احنا قيمه الثرست لود هي مؤثره، راح نستخدم هاي المعادله لا. فوجدنا قيمتها 0.36 اللي هي اكبر من هذه، اذا مؤثره نستخدمها. وجدنا قيمه الواي، من خلال قيمه الواي رجعنا حسبنا اللود، وحسبنا شوف حسبنا اللود وحسبنا قيمه سي جديده. طلعت قيمه سي جديده، اذا طلع انه هذا 6318 ما يلائمنا. رحنا جبنا شفنا 6320 هو اللي لائمنا، طلعنا من عند السي نوت وايضا تي على السي نوت، وجدنا الاي الجديده، وجدنا ايش؟ الواي الجديده. طلعنا الاي الجديد والواي الجديد. من الاي تشيكنا، من الاي والواي احنا تشيكنا انه هو، يعني ما يحتاج انه احنا ثرست نشيكه مره الاخر، احنا تشيكناه مره واحده انه هو لازم نستخدمه. بس طلعنا قيمه الواي الجديده، من طلعنا قيمه الواي الجديده راح نحسب قيمه البي الجديده ونحسب قيمه السي. طلعت قيمه السي ضمن هاي القيمه، اذا اوكي، اذا حلنا صحيح. اذا اختيارنا لهذا النوع من البول بيرنج ديزاين هو اختيار صحيح وواضح. واضح طلاب؟ طلاب لي هنا اكو سؤال؟ اكو سؤال؟ طلاب نستمر؟ واضح استاذ واضح. اوكي، اذا طلاب خلينا نتوقف لهنا، انا ما اريد يعني الماده ما اريد اكثرها عليكم بعد اكثر. اذا راح نتوقف الى هنا وراح نوقف ايضا التسجيل خلاص.